انطلقت يوم أمس منافسات بطولة منتخبات آسيا لهوكي الشباب للنساء التي تستضيفها سلطنة عمان على ملعب هوكي عمان بولاية العامرات خلال الفترة من السابع حتى الخامس عشر من ديسمبر الجاري. وشهدت مباريات الافتتاح تفوق منتخبات الصين وماليزيا والصين تايبي، والمنتخب الياباني الذي سجل فوزا كبيرا على منتخب سريلانكا بخمسة عشر هدفا دون رد. المباراة كانت تنافسية للغاية ولعبت بأعصابنا. فتيات اليابان لم يجدن صعوبة في تخطي عقبة المنتخب السريلانكي، فقد سيطرنا على مجريات اللعب وقدمنا عرضا فنيا كبيرا فيما لم يستطع فريق الخصم من التقاط أنفاسه والعودة بالنتيجة. اللعب في عمان يعطينا الكثير من الثقة للسير بعيدا، حيث أن لدينا الخبرة الكافية للتألق فيها. وتتواصل اليوم منافسات البطولة بإقامة أربع مباريات ضمن الجولة الثانية، حيث يواجه منتخب الصين منتخب تايلاند، ويلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع منتخب سريلانكا، فيما يواجه منتخب اليابان منتخب هونغ كونغ الصينية، وفي آخر المواجهات يلتقي منتخب الهند مع نظيره منتخب بنغلاديش.